صباحكم خير. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباحكم خير ورضا ونور وسرور من هالمكان الفنان، مشاهد هالبحر الطايح وغادي البحر أبدا. تصيح أذنيكم يلي ما ييتوا البحر، تصيح أذنيكم غادي البحر أبوي طايح، صلاني صلاني ما شي شراته. ييت الله يحفظكم، وصلت البارحة يمكن أظني ويا أنا من وصلت ابدا ادى العشاء، وجيت مرزوق ويت وسولفنا ورمسنا وعينا من الله خير، وحطوا العشاء شاوين الحيمات، متو شاوي البارحة، والفريج خالي يصفر، ما فيه الا بيت مرزوق ليتات فيها، يعني في ليت بيته في ليتات، ولا الفريج كله مظلم، بيت مرزوق اللي يصري، ولا البيوت ابوي كلهن شابيات، ولا بيت من هالبيوت فيه حتى لمبه صغيرونه. لا والله نصيح ابوي للفرجان اللي بيسيرون عن بيوتهم، يخلون له على ليت 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 واحد دخيل الله. عن ابوه غادي شويهات منطقه اشباح البارحه، مدينه اشباح كامله الساحبه هذه كلها، الفريج بكبره مظلم، لازم بتخبرون عمالكم يفتحون ليت، يخلون ليت واحد، ليت واحد طلق، الباقي يعتبروا يسكرون ما شي مشكله. عنبو فريج كامل بزمه وعراه كله مظلم، يطرى الشر العياد. مشيت لين دون البرقه، وين وصلت شبت طرفاني العود، ما رمت ظلام، مشينا انا ومرزوق وصلنا لين هناك. يعني بهذا كله اقتصاد، هذا ما باقتصاد، انتم ما فيكم فقر ولا فيكم حايه، يا اخي لازم ابوي بيت لوادم يكون فيه ليت، ليت واحد على الاقل، ليت شو بيصرف؟ بهانس 4 انات اظني في الشهر، عظم الا ليت لمبه واحده، والدي هاي اللي ما يصرف انه ما يشرخن بيزات على الوادم، شو يعني؟ هذا منكر. أصبحنا الصبح الحين أقول لكم تريقنا، ويقوم مرزوق ريوقهم هناك ما شاء الله محلى وبيض وجام وقوم جبن وما أدراك ما الجبن، وفضل من الله سبحانه وتعالى، وهدل على الحين مسمتات والصحيح والفاكهة والدنيا مطرجة، وهاي هناك هاي توها ما يندرى بها شو لازم تقول ما فيه. أكثر العرب أبوي كلهم سايرين ليوة أسبوع هذا، أمس عند لفت حميم وعندك وين الجسر هالي ودي جداليوة، خلق الله ما خلق كل هالعرب سايرة لي الأسبوع هذا، ما أدري شو هناك بيكون مهرجان ما أدري شو عندهم. والفريج أقول لكم يصفر، البارحة سكينا لين شبت العود لي هناك، ماشي أوادم ماشي أوادم ماشي، ما حد إلا أنا ومرزوق ننقذ. اي والله والبحر طايح طايح، البحر طعم زين، البحر اليوم بارد 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 بلي قياس، ما شاء الله سيدي يا يعني رد. قال ابوي هذا وقت نبات ونخيل العرب مطلعه، وليوه ما شاء الله السنه نخلها نخلهم جدب كله جدب، فلذلك ابوي سايرين ابوي نبتون، العرب ابوي كلها فرحانه ابوي بالنخل اللي مجدب، فلذلك العرب كلها ابوي سايره ليوه وفرحانه ابوي بليوه، والسبب انه بلادهم بقعدتهم بيوتهم واماكنهم وين مقطوع سرهم، فما يصبر البنادم على بقعته، البنادم اللي ضارع على البحر اي، لكن 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 ليفرق هالبوظبي عن غيرهم انهم بريين وبحريين، برمائيين ما شاء الله عليهم، بحر وبر مشتاهم في البحر، والقيض جدا النخل، وحد منهم ابدا قيضه واشتاه في البحر، وحد منهم قيضه واشتاه في البر. تقول لكم اعرف رد وجواب ليش في الوقت الاولي يبون صبصوب، هذا هذا اسمه صبصوب، كواويد على البحر تجيب عوامل الطبيعي اللي هو السجي والثبر اللي هو المد والغزل، المد
المد والغزل، المد والسجي والثبر بالعربي، هذا المد والغزل السجي والثبر مالنا. بالفصحى شي يسمونه يعني. المهم فأقولكم في البيوت يوصون يشترون بالتريب، تريب 50 ربية 30 ربية، كان هاك الأيام 30 درهم يعني، يجيبونه بكب من الصغار ويجدرونه قدام باب البيت ويسوقونه يشبونه في الحوي هذا فوق التراب. ليش ما براي متذكر يعني، هب من زمان بعد همسات حول من 35 40 37 35 سنة. البيوت اللي في بارهوز، هبارهوز اللي شارع حمدان شارع الكترا مدينة زايد في الحوي، يبونه ويكودون هذا في الحويان حد لين عتبت الباب. يوم حد يبي يمشي في الحوي تلقطه شرشر شرشر شرشر. ها هنمون ها ينسمع الصوت بين فترة والثانية، يا أبو تريب وكودوا في الحوي. ما أدري شو السر يعني فيه، لين اليوم ما بلاقط السر. ها شوف وين يتكود، ها تي بدحة الماية، ها شوفوا يم ما شاء الله كواويد الأول اللي ما حد يروم لو بتختل لو بتختل ما تروم إنه ما يسمع حسك. ها ها ما تروم، ما ادري شو شو السر في هذا لين اليوم، والله اني ما بعرف ولا بعرف شو السر اني يعني في الحوي كودون الصبصوب. حتى اللي ما عنده بيزات هاك الايام يجيبون البتان ويجيبون له تريب يكودونه قدام الباب، وروح من البتان عاد يرد عاد عقب الدريول وياخذ حسابه اخر الشهر. قالوا تعال يوم بيفيض المعاش، يقول يوم بيظهر معاش، لا يوم بيفيض المعاش. يوم الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. تعرفون شو ليش رب العالمين يقول هالكلام؟ لأن كل إنسان عربي الله خص العرب بخصائص عديدة، ومن أهمها من أهم الخصائص العديدة اللي الله سبحانه وتعالى ميز العرب العربي الإنسان العربي، الله ميزه سبحانه وتعالى بهالخاصية اللي هي خاصية الفراسة. الفراسة يعني الفطانة، أو مثل اللي يسمونها المصريين الحسة السبعة أو السادسة. هاي الحاسة السادسة مش موجودة إلا عند العرب، فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. فلذلك تلقط رجالات ونساء الأمة العربية هم نوابق ومكتشفين وباحثين ودارسين في كل العلوم وأكثرها، فلذلك تلقطهم هم الركيزة اللي ابتدوا في العلم الفلاني وغيرهم يو كمل. ما تلقط حد من العلماء ابتدى هو والعرب كملوا، لا العرب اللي ابتدوا، العرب بالفطنة والفراسة هم اللي ابتدوا بالعلم هذا، ويات الوادم والأمم اللي من عقب وواصلوا وواكبوا الطريق هذا وساروا فيه وكملوا اللي ابتدوا فيه منو؟ العرب. اللي قلنا لكم شو عندهم حدة الفراسة والفطانة. العرب العلماء، علماء الفلك، الطب، الرياضيات، والفرسان والخيال، كلهم هاي العرب. في أي محفل وأي معلم من العلوم تلقط العرب هم بدايته، هم بداية، والباجين إلا من عقبهم. أبيت حياتك بيل يعلي هالجنة، يا الله يا رب تحافظك يا سلامة أنت وعيالك، تروح فيهم البركة من ذكر وأنثى يعلي بيت عامر. فأي شيء يستوي له مستقبل جميل
حاليا نحن عايشين، هذا كله تلقطه يرد الفضل لمسلم عربي. اي شيء تسمع به ولا تشوفه ولا تقرا عنه ولا يجيك خبره ولا علمه، كل هذا لمسلم عربي. فالفراسه موهبه من الله سبحانه وتعالى جل جلاله، ما بكل حد تلقطه توجد عنده خاصيه الفراسه هذه. الفراسه موهبه ونعمه الله سبحانه وتعالى يمن بها ويختص بها عبد او عبده من عباده. خاصية الفراسة هذه أنك تعطي نفسك انطباع من تشوف الرجال هذا أو الحرمة أو أي شيء، تقدر تخمن وتقدر تعرف هذا شو من قبل ما يرمس، من يجبل عليك عرفت هالرجال إيه فلان هذا الشيء شيء في خاطري جاي، وفي احتمال ساعات يعرفون شو يبى أو شو في خاطره، شو ناوي على خير ولا شر من تعابير وجهه من مشيته. سبحان الله، يعني هالناس من الأوادم يعرف البنادم هذا شو في خاطره هياي قبل ما يرمس. حبيت قب عوضة، وهذا أبوي سيمهم واطي، لا مرتفع، وأنا أبوي هذا طريجه جاي من بيتكم قبيل. شفت أبوي الدنيا طلقة والبيوت طلقة والحالة لله، قلت خطف عوايج ما حد ترى فريج كله ما حد، أظن إلا عيالهم هم شتاهم. هذا وين يقيضون؟ القيضة هني كنديشنات تبارك الرحمن وكل شيء، لكن في الشتاء هذا مشتاهم. بسم الله الرحمن الرحيم، يحافظ على دار ليواد. يا سلام سلم الضوء والدنيا، لك الجنة ونعيمها يا ابن عوضة، ما سرت وخليتهم غبر، الله يرحم شيعوشه، ما سرت وخليتهم غبر، خليتهم بوي خبر، الخير فوقهم تحتم، الخير خيرهم والشر لغيرهم، الله يحفظهم. زيقتي بسم الله الرحمن الرحيم. الخبر صباح الخير يا صورك تراني عليكم بخرب عليكم، بس ما بتطلع منه بيصورك، تعال ما حبي يصور، ما بصورك بصور ريوكو. هذا بيض زين، هذا بلاليطه بوري، هذا شو فرنش توست تقول لي؟ الله يحب. هذا ابوي يبيعك باي بحد يظهره، ما بظهر خلاص ما بظهر. إيلس زعتر وما لبن عنبو، ما شاء الله مريخات، ما حد يغلبكم. لا محمد ما قير، هي والله بحييت تعبت الحين بيرقد وبيرنش وبعدين بيقير وبيكم عدو، ما يباني اصوره. ما شاء الله عليك، الله يحفظك حليلها، لا تقترون تشوفون كم مكبره. ها هذا صحينه مال البلاليط، صحين هالكبير، هالكبير هالكبير القيمه. لكن ما شاء الله عليه يقول مسوي قص، كم من سنه مسوي؟ من اربع، يقول لكم شد غدا يلدو عظم، وفي جيل يا رب ارحمها رد غدا هالنمور تبارك الرحمن. لكن ان شاء الله ما عليك باس، ان شاء الله. حليلك انت، حليلك اجها لايف. بسم الله عليك الرحمن الرحيم، يا الله يحفظك، بسم الله عليك، بسم الله عليك. بس خلاص. اقول له وجهك جميل، لكن شويه ما شاء الله عليك الحجم شويه. قال كلهم قالوا لي اني وجهي جميل. قال كلهم قالوا لي والله، لكن عند ربي انا صادق، شو ما شاء الله، يا الله يا مسبل بالعيون بعد. يا ربي مقواك، ما اقول حق شيء، ما شاء الله تبارك الرحمن. زي انا حين لا ريت ولا خبرنا الجماعه، زي انت منو حين العود؟ العود؟ هلا انت منو حين؟ عندك ايش اسمك الكامل؟ عده بالكامل
يلا خلص نص. لا اللي في النص كلت الرمسة كاملة. والله ما بي. لا حين خلاص أنت طولها حين وبين حظ. لا لا. خلاص ما الله لو يظهر بوي من قبره ما قص ما قصيت. أرمس عادة. الغليط أرمس. بنشر. يلا أرمس. محمد أحمد السير كثيري. والله والنعم. هاربيعك من واحد الفنان. محمد بن عابد المنصور. والله والنعم والنعم في لندن ايام العيد في العيد ولا امسات ايام الكريسماس في الكريسماس امسات يعني في اخر سيره يعني من شباب مناصير كانوا في لندن كنتوا تدرسون لو يدرسون في لندن وطرشوا خدمه بثيته معدله ومزينه وما ادري ايش قالوا نحن ابوي طلبه مبتعثين وعطنا التقييم هذا ابوي اللي راعي البثيثة هذا المنصوري بثيثة لو قرص بثيثة كانت بثيثة وابشركم انه كان شو كان التقدير كانت عندنا في الجامعة مسابقة عشان كيكة الكريسماس زين شفنا التمر مكون قلنا يلا وسوي البثيثة وسوينا البثيثة وعدلناها وشليناها ثاني يوم ما ردت الطاسة الا عقب اسبوعين لا اله الا الله والله كل طبس مر الدوهم في نفس اليوم ولا نحن طاسه تمر هي لا فيها شيء مميز نعم زين تقديري انا شو كان تقدير كان 100% ما شاء الله علي مثل ما قلت لكم اي علم او اي شيء محفل من المحافل اللي حاليا مقامله مليون صولجان ومليون مهرجان ومليون صدع ومليون ديانه هذا كله كان اساسه الامه العربيه أساسه مسلم عربي أساسه مسلم عربي أي شيء من هاللي تشوفون الاكتشافات اللي تم اكتشافها حاليا البذرة النواة فيها مسلم عربي فالفراسة الفراسة الله يحفظكم حد من الناس من يشوف لا دمي الرجال جاي عرفه شو أصله شو فصله من وين جاي من وين يأ وتنتأ من وين عروقه كان في خلط ولا فيه عرج من شرق ولا من غرب من أي قبيلة من أي طائفة يعرفونه يعرفه اللوادم هاي منو عادهم هاللي الله مان عليهم اللي يسمونها المصريين الحاسة السادسة أو الفطانة أو الفراسة فيقول لك إنسان هذا ما شاء الله عليه فطين وعنده حاسية الفراسة فلذلك يعرف تصل الدرجة لدرجة انه يعرف اللي مجبل عليه هذا اللي جاينا هذا فارس هذا شاعر هذا راعي معنا هذا رجل في خير راعي كرم بخل هذا اللي عنده حاسة الفراسة يعرف العرب هايل يعرف اللوادم كان ذكر ولا انثى يعرفه كان ريال ولا رييل عدل ولا مايل من يشوف ويه عرفه سبحانك يا رب موهبة علم الفراسة توصلك لدرجة تعرف اللي انت مشاهد انه هل هذا كريم بخيل كذوب امين صادق هذا كله من نية الله سبحانه وتعالى ان الله من عليك انت بهالصفات انك انت تعرف إمكانية الفراسة هاي خاصية الفراسة يعني الله ما نبها على الكثير من العرب تصل لدرجة أنه يعرف أن هذا إذا أنه في عرج الخيانة أو في عرج الكذب أو في عرج الدهاء أو في عرج الملاقة واليور والمنكر من شكله من يشوفه وكذلك هذا الخاصية الله من نبها على الرجال والنساء على الرجال والنساء رب العالمين يخص بها فئة معينة من البشر سبحانك يا رب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه الله عاطنا خاصية الفراسة ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه هذا كلام من علي بن أبي طالب حد من الناس من تشوف وجهه عرفت ان هذا ضامر على شو وشو ناوي وشو يبقى وشو قصده شو في خاطره من تعابير وجهه من نظرة عيونه من
من حتى طريقه تنسخه كيف يتنسخ انت بتعرفه، هذا كان ناوي على شر ولا على خير، ولا ناوي يتكلم كلام طيب ولا كلام شر. وحتى علامات التعجب والحسد تشوفه من عينه، البنادم الحاسد ينعرف من وجهه، ينعرف من عين الحاسد بالأخص الحاسد، حتى لو يظهر أنه شكله ما بحاسد ينعرف أن هالإنسان حاسد، ينعرف الحاسد ينعرف مسير يومين. فتلقطه يعبر بكلمات، الكلمات مش موزونة وما في مكانها، هذا الحاسد. فلذلك يكتشف أن هذا الإنسان حاسد لأنه تلفظ بكلام ما بمن قلبه، ما بمن خاطره، ما بمن وجدانه. فينعرف ان الادمي هذا ضامر على شيء وما ما بفرحان لك بالخير اللي الله منعم عليك بهذا، الله منعم عليك بخير وياينك، ويقول شيء ويضمر في خاطره شيء الكثير. والله فلان رقوها، ما شاء الله تستاهلين تستاهلين تستاهلين، والى الامام الله يعطيك. ومنك في خاطرها تقول غرب الله أمسات مرقينها وحالها، شو فيها زايد على العرب، شو مسوي، شو نافعه الدائرة هاي الفلانية فيه، شو مسوي غير عنا، شو وليش مرقينها هي وما رقونا نحن، فلان هاي تجذم عنها وهاي تخير وهاي تاصل، هاي تبوها ما أدري شو مسوي وهاي تخالها ما أدري شو مسوي، حتى انها هذه رقوها وهاي لا. وكذلك كذلك في محافل الرجال غرب اللاته يحضن عليه عن أبوه، أمس مرقينه، أمس مرقين وزاهدين معاشه وحين زادوه، وهو منك ما شاء الله تستاهل فالك الناموس، ولا عند بكرة جايب رقم زين، ولا يعني قال له فالك منك يا ليت تطاحت ليت كراحة انكسر. ها غرب الحسد في راسه، رب العالمين منبه على العرب في راسه، الله منبه على العرب في شيء فن اسمه فن العيافة، فن العيافة اللي هو قص اللثر، قص اللثر. الإنسان اللي عنده فن العيافة اللي هو قص اللثر، بالأخص وقت المقانيس يعرف إنك الطير هذا كان بايت ولا مقيل ولا ثاريتها ثرة ما متى ماشي، متى خطف في المكان هذا، اللثر هذا متى كان موجود، شو من الوقت، المغرب العشاء، هل ان الطير هذا اللي خطف هني سمين ولا هزيل ضعيف ذكر انت، هذا كله فن العيافه، فن قص اللثر، فن قص اللثر. وهاي الاشياء رب العالمين منبها فقط على العرب المسلمين، ومن عقب عرفت الناس ودرسوها في الجامعات والكليات والمعاهد، اول بادي اللي عرفوا الماضي هاي مش علماء ولا بدارسين، هذا مني من الله، الله مان عليهم بهالشيء، الله سبحانه وتعالى من عليهم بهالشيء، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، اصطفاهم بهالشيء وبهالخاصية المميزة. لما أقول لكم فريج ما في إلا أنا مرزوق، مرزوق أبوي داخل وأنا أعامي على السيف، إلا دمبك ساير ودمبك ياي. فن العيافة اللي هو فن قص اللثر، حد من الريايل حد من العرب هل يقصون اللثر، يعرف لك كان اللادمي هذا عري ولا يضرع ولا اصبوعه شي بلاهن، ولا انه دب ولا انه خفيف ولا انه ضعيف ولا انه هذا يعني سبحان الله. ونفس الشيء ترى فن العيافة وقص اللثر استخدموا اللادمي هذا حق شو؟ معرفة مكان الماء، معرفة مكان تواجد الماء، الحين وين يمشون وحفره وطوي ولا حفره ورق ولا شيات، لا اي انسان عارف وفاهم وعارف ودارس درسعي اجيك يختن ابليس ويداوي قالهم احفروا المكان هذا هني بتلقطوا ماء، هذا ما بساحر، لا هذا يسمونه يعرف لازم كون الماء موجود تحت هالكثر متر 10 أمتار أو 20 متر تظهر نوع من الأشجار موجودة على سطح الأرض، نوع من الحصى، نوع من أي شيء كائن كان، هو يستدل على الموضوع هذا، هذا اللي عنده فن العيافة هو يستدل عليه.
هي والله الدار من عقبهم ما هي بمرغوبة. سخانته المكان ابو محمد محد، سخانته المكان ابو محمد محد. يا الله يعودك لبيتك يا ابو محمد، هالبيت الفنان الغاوي يا ابوك ودر بضبي. تعال يا تعال يا يحرس هناك يا ريال، تعال تعال غادي البيت مهيور ومتمحد. ان شاء الله انه ما عليه باس. والله والحب له ماية، الفريج كله ماية، ما حد يمنهم ابدا غير روحي انا يا ينقز. مفروض اني ماي والله كان تبون الصدق، لكن اتوقع والعلم عند الله، اتوقع والعلم عند الله اني ما ببات اليوم، اني ان شاء الله بعطن اليوم ان شاء الله. ما ضواي بضبي بتغدى بعين من الله خير، برد شيء ساسوي شيء ساسوي. ها الدار من عقبها ما هي بمرغوبة. انا ما قال لي هبياي، لا والله قال لي اني مبياي، لكن شو اسوي؟ عذريت ابو عبد الله ما من قصور، الجماعه كلهم طيبين، لكن انا عذريت على انه خداي، ضريت على انه خدا سوالف وعندك ودوه، لو انه ما يرمس دوم ساعات لازم موين، لكن بعد انا امور ما دام قال لي صور الزبوت هذا الزبوت الزبوت هذا الزبوت. اقول وفي بعد مهنتين اتوقع، مهنتين او ثلاث مهن، ثلاث مهن ثلاث وظائف، القاضي والمدرس والمحقق. القاضي والمدرس والمحقق. القاضي من كثر ما يخطفون عليه اللي يحاكمهم وهذا يعرف لادن هذا كان راعي حق ولا راعي باطل. والمدرس من كثر ما يجلس ويا الطلبه العدلين والمايلين يعرف ان هذا الطالب عدل لو مايل، في رجع ولا ما وراء رجع. والمحقق يعرف المجرم هذا اللي يحقق وياه، احساس يكتسب الخبره هذه مع الوقت والزمن، ماتي وليده اللحظه ولا وليده التعيين، لا هذا مع الممارسه، مع الممارسه والاستمراريه يوصل الى هالمرحله. فازمه الفراسه هاي تدرس في الكليات والجامعات لدرجه ان المحقق يقدر يعرف المتهم اللي قدامه شيء يسوي على الحركه الجسديه، الحركه الجسديه شيء يسوي في وجهه ولا برطمه يترضف ولا عيونه ترف ولا يديه فيها يسوي حركه، يقدر يكتشف المحقق ان كان هذا صادق ام كاذب من حركه يسوي الحركه الجسديه. فهاي الشيء الاول قبل ما تدخل في الجامعات الله سبحانه وتعالى وهبها العرب. ففي قاضي دخلت عليه حرمه تصارخ تصارخ تشكي بالويل والثبور وتلطم براسه ولا لا 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 لا. نش مساعد القاضي قال له سعادة القاضي انا اتوقع ان الحرمه هذه مظلومه ضال منها ريلها فلذلك من فعله. قال لا 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 هذا لا يغرك لا يغرك، اخوان سيدنا يوسف يولبوهم يوه يصيحون يلطمون وهم اللي جات عاقين اخوهم في الطويل، وهم اخوه يوسف هم الجنات جاءوا اباهم عشاء يبكون. يوه العشاء يصيحون اخونا كله الديب اخونا كله الديب وهو لا كله الديب ولا شيء، كلهم لاب واحد ولا اثنين متيامعين كلهم يوه يصيحون عند الابو. هي وهم عاقينه وين في الطويل، لوم الله رحمه بالعزيز ويا حرمته وشلوم الطوي. هي ها بالله سمعنا من الحرمه خلنا الحين بين ريل وبنسمع، لا يغرك الصريخ والزعيج والبغيم وما ادري هذا كله خلي عليهم، لازم بتسمع تسمع للطرفين ما تسمع لطرف واحد. هذا القاضي يقول حق ابنه حق مساعد القاضي.
وهذه مرة من المرات الله يحفظكم دخلن بعد أربع حريم على قاضي. افتر القاضي وخبر عاد المستشار لعداله، قال له تشوفون هالأربع، هاي واحدة منهن حامل، واحدة مرضع، والثالثة ثيب، والرابعة بكر. عليه حد العداله قال له كيف عرفت الحين أنت؟ أنت قاضي، عرفت حللت هالأربع الحريم لياياتنا، إنه واحدة مرضع، واحدة بكر، واحدة حامل، واحدة ثيب، كيف عرفت هالموضوع كامل؟ كيف عرفته؟ قال له القاضي الحامل كيف ما بعرف الحامل؟ الحامل أول ما أقبلت آزمت مط كندورتها على جدام حسب ما يبين بطنها، يضايجها ترى الحامل يوم في شهورها الأخيرة تتلصق كندورتها على يمها، فتمط كندورتها على جدام، وعرف القاضي إنها حامل. فالحين يلبس المحزق ويزر زر البطونة مني عسب يبين البطن وارم، ويتخقق به الشيء هذا. الأول سنين الأولية في الوقت اللي خطف الحرمة تحمل وتربي ما يدروبها، لين تشل ضناها على كتفها، عقب يدروبها أنها حملت وربت. سبحان الله، يعني البيوت أسرار، البيوت أسرار. الأول الحرمة بعد من تعرس ما تطيح بيت أهلها، من أول يزورون هالزوارة اللي هي من عقب ما تكمل فترة عند بيت أهلها، تكمل أسبوع بيت تسبع المعرس يسبع ويا حرمته بيت أهلها، وعقب تصير يودونها الضية، وعقب الضية بصير موضوع بعيد، بنتخلفوا بموضوع العرس وما أدري شو، متى يطوون العروس شغلة. برد خلاف نكمل السالفة إن شاء الله ما أنسى. أحب أردك أن تكمل سالفة القاضي كيف عرف الحرمة الحامل، الحامل وعرفها خبرناكم كيف. وأما المرضع وهي ترمس القاضي دق صدرها، دق صدرها شي من فوق أساس أنه ترى دارة دارة، والضرع الحرمة اللي فيه لبن يحرقها، فلازم وقت رضاعة الياهل حق يخف اللبن عنها. الحين حطوا الشفاطات هاي، الأول لا، الأول ما شيء شفاطات، الأول لازم تلجمه ثديها ويرضع ويخف التحيين اللي فيها، لازم تحينه. حين لا، حطوا شفاط وتيبود الحليب داخل الدفاية والسير الداوم، الأول أبوي ما شيء، من يقول لجفته ضرعها، من يقول لجفته الضرع. خلصنا حين من المرضع وخلصنا من الحامل. قال له يقول حق القاضي انزين الثيب، قال الثيب عرفت انها ثيب، انها تكلمني وعينها في عيني، ما طاحت عينها عن عيني. الثيب يعني الحرمة المدخول بها، يعني المعرسة او مطلقة، هاي يسمونها ثيب، انها عندها الجراءة، عندها الجراءة وعندها قوة بحلج عيونها في الريايل. هاي ابوي ها انزين انزين ثيب الحرمة اللي يعني خرب الله تمرزوك خرب علي. اقولكم طاع وين هو؟ هناك. فالحرمة كذا مجالسة ريايل وداخل عليها الريال، فمن كسر الحية عنها، الحية ما تايدة، فتطرطر عينها في وجه الريال القاضي. الحرمة المدخول بها المعرسة أو مطلقة أو الأرملة تتكلم جراءة وما تخيل، وتيك قوية ومتمكنة، ما تيك منكسرة مخيل تستحي ما تروم تبرج ويه الريال، لا، اللي من عقب ريل اللي كد اندخل بها. هاي تيك مطرطرة عينها في الريايل ما تخيل. تمنو البكر، كيف عرف انها بكر؟ يقول القاضي عينها ما رفعتها من الأرض، عينها وين؟ مو طجمها، ما رفعت عينها في القاضي ابدا. هذا من باب المستحى والحياء، من كثر الحياء والمستحى ما رفعت عينها في القاضي. هذا سبب اكتشافه ان هذه البنت بكر، بكر ما صكها ما على مثل ما قالوا هل الرياض ما حبه الا ما حبه الا على ما قالوا هل الرياض ما حبه الا امه وابوه، ما حبه الا امه وابوه واخته واخوه.
هاي يطرو عادة البكر هالرياض حيوان هاي يعني البكر يعني ما أحب هلا ما أحبه هلا أمه وأبوه وأخته وأخوه. يقول لك بعد مرة من دهاء المطاوعة من دهائهم وفطنتهم وفراستهم إنه واحد تاري يشتكي عند المطوع مال الفريج قال له أنا طيوري دوم ينسرقن دوم ينسرقن ولا بعارف منو اللي يسرق طيوري. قال له ما يهمك. يوم عدا خطبة الجمعة ابتدوا في الخطبة قال أنا عجب من اللي يسرقون الحمام ويسرقون الطيور يرانهم ما يوم بيحضرون الصلاة ما يشلون الريش اللي على رؤوسهم يجون علامة السرقة فوق رؤوسهم نش هذاك تحسس راسه تحسس راسه عرفوا إن هذا اللي صار طيور الريان. هذا كله بالفطنة وكله بالذكاء وكله ما شاء الله بالتفكير العدل والخصلة اللي الله سبحانه وتعالى خص بها عبده. اتقوا فراسة المؤمن فإنها نور من الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنها نور من الله. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يجعل الفراسة في من يشاء ويجعل القبول في وجه من يشاء ويجعل الرضا في وجه من يشاء ويجعل النور في وجه من يشاء. يلا حشرني مرزوق تعالوا 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 يلا أحب نصوركم الله يحفظكم. قايلين اليوم نبقى مقلة زاكي هلال ولد مرزوق يبون مقلة ومشواي مقلة جش مقلة ولا تيتي أظني وشعري واحد لبناني بتبز أبيض من دعس قادي كم مكبرة راس التحرى راس عتوي. السلام عليكم أتو. شو ها مسوي حق سمك؟ ايوه زي وين السمك؟ في داخل المطبخ. داخل وين؟ داخل المطبخ. زين شو اسمك انت؟ متو. لا كامل متيا. هي متيا كرفايا متيا متايا كرفايا متايا. ايوه وماما راقاي رقية. بابا مال ماما شو اسمه؟ متقربي. ايوه ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. السلام عليكم. ها يا سلام شوف هذا خلي حق رباب. هذا وين اكبر هذا لو هذا اكبر كبير زي وين زياده سمين هذا ها هذا سمينه أيوه. هذا حقي انا وهذا حق رباب. شوف طلعت اطلع شيل هذا يا سلام يا سلام شوف اوه يا سلام يا سلام يا سلام خيبه ايوه لا انا اريد هذا ها وين شو اسمه صغير هذا سوي كبير هذا سيد دارو هي بعرف زين وين شو اسمه صغير طلعته مغلي وين ما مغلى يلا يا سلام يا سلام يا سلام هم قال مدرسي عاد الحين يحطوا الملح وكركمه يخلون الليل مره يصل ما وخلاص يحطوا الله يحفظكم بس فلفل احمر ريحه ويا كركم. انتو شو غدا؟ انا اليوم ساعة عيسى ابيض هي تعال سبتي بس. ليش؟ لحم ما ياكل لغم دياي تمت ما ياكل اليوم. ليش؟ بكرة بي ما ياكل خضرة بي بس زي اشوف راولي هذا سبجي ايوه انا خلي من هذا شويونه زين ما تنسى يا ويلك اوكي ايه هالكثير شويونه وهذا شو؟ هذا تعال هذا حق رباب مرزوق؟ ايوه هذا عطى مرزوق انا اريد من هذا زين؟ اوكي والله ما يصير مسخره لا نجيب انا اجيب في فلفل ولا ما في فلفل؟ فلفل بيسوي نمبر 1 لا حقي انا ما في مشكله حط لي شوي زين؟ حب تنساني؟ اوكي هلا انا اجيب ثانك يو اوكي اقول لكم انا ما بالمعلومه ما اعرفها انا اعرفها غير ناسنها ليش ان الصبصوب الاول يكودونه في الحويات؟ ليش الصبصوب يكودونه في الحوي؟ الصبصوب يكودونه في الحوي يوم بتي المهاب وبي السهيل وبي تي الهويات ما تمتزر الحجر الضباب والتراب يدخل والغبار يدخل داخل الحجر فيكودون الشو يكودون الصبصوب أساس إنه يقبض التراب عشان ما يدخل في الحجر. على شوفوا الحين ترى هذا موسم الخنفسان هل تشوفونه
هذا موسم الخنفسان، من تدفع يدفع الوقت ظهر الخنفسان. بتقول كيف عرفت؟ حين هذا ظهور الخنفسان، من تحمى الشمس ووقف بتدي الشتاء ينفسخ ظهر الخنفسان. يعل هالجنة، يعل هالجنة حرمة الأول، يعل الله يغفر لها. ما بصاحي تشتكي، ما بصاحي ما بصاحي تشتكي، ما بصاحي يا بولها بوي ناس قرب يقرون عليها، هبقراي هالزيارين، وهي فقيرة لا يخصها في الزيارين ولا شيات. واتذكر يوم نحن صغار والله في مدينة زايد، يا بولها ناس ودقدقة وقرقعة وخيسة والفري جيمي اللبان والقصد وما أدري شو، قالوا والله لي فيها بيظهرون يوم بيظهر موسم الخنفسان. يوم بيظهر الخنفسان بعد ترى شو هذا الوقت، ترى الحين طرت عاد علي السالفة يوم شفت الخنفسان لعب لعايبة. قالوا والله اللي فيها زيارينها بيظهرون منها يوم بيظهر الخنفسان. يوم حسبوا لأن هذا وقت ظهور الخنفسان الحين ويا برد العيايز. اي والله شو هالرمس، هاي حالة هذا هل يرمس عن خنفسان؟ أنا شو لازم أصورك سلام أبو عبد الله، أقول لك شفت شعرية اثنين زين، شعرية الاثنين الحين ترى واحد حقك واحد حقي أنا زين. أنا تقيت واحد خلاص تنقيت، تعرف اي واحد منها؟ والله انت عاد كيفك، انت قسم على راحتك. لا لا العود لك انت. لا والله انا ما عادي شيء. اي انا الصغير لي. زين هم مشكله. غرب الله من دعس ابيض. هي انا مسمي من اللبناني. عبد الله ليش شيء مش شعري قدي ابيض شيء اسود؟ حسب المرعى، حسب يعني في قوع ولا في زي يرعى. سبحان الله. يبين على سبحان الله نفس الصافي. سبحانك يا رب. يا ربي يا ابو عبد الله. وهالمسيد ما شاء الله يضم العرب هاي ليه ليه لي على البر هذا كلهم السكان اللي حاطين بيوت واللي حاطين كرفانات واللي بانين واللي من زمان واللي مستوت الدنيا كلهم حاطين نواطير ودريوليه ومزارعين وحراس وبحريه وبيادير. كلهم بيت يا معون ان كانوا المعازيب موجودين يوم المسيد هذا وصلوا كلهم، وما كانوا المعازيب موجودين يا ولد مال كلهم ابوي وصلوا. مسيد مسيد هذا مسيد حيات سالم بن محمد بن سيف، سالم بن سيف، سالم بن سيف القبيسي، سالم بن سيف بالهادومه القبيسي، ابو عبد الله وابو علي سالم وراشد سالم وخليفه سالم وسعيد سالم، يستوي عم هلال بن محمد وعم مرزوق بن محمد. هذا المسيد بانينه من هاج السنين، توفى ولا قبل ما يتوفى؟ لكن أظني قبل ما يتوفى بانينه، بان النحية أبوه وردوا عده، كبروا على دفعات العيال ويا البنات كبروا على عدة دفعات، ويجون عدلي ساكنين والكشات واللي يجون الفرجان هذه كلها بويت يا معه في المسيد هذا، هو عليهم ونحن اللي يحق صلاة الجمعة، ويعني جامع عبارة، هب جامع عبارة إلا جامع. قال حق متوه لا تشل السمك على الضو خليه صخ حق يوم بي بصوره، ما يندراب ما يندرابك يا متوه ما يندرابك. يا سلام يا سلام عليك يا متوه، هذاك شعري أربابك مرزوق هذا شعري أنا. يا سلام ما في ريدي؟ لا كم يريد؟ لين يخوز ما يبار 10 دقيقة. ما شي مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. شوف الله يسعدك، شوف الله يسعدك يتفتك سنام هالشعري. انا تحرى عبد الله تحرى الشعريه ضعيف العود والله، اكو هزم سنام يتفتك من السمن. ها وطاها شعريه انا، ها هذا مردد روحه، هذا الشعري روحه مردد. شوف شوف الله عليك. يا سلام سلم. يا هذي بالعيش لبكي ودهينه وريحتها شار طشونه، كان زين لو يحصل له شار عاده مال في فاي وقف. شكرا متو، متو شو نعم متيار كامل كامل 4 أيام متيار. شوف انا اسم مالي انا خالد احمد عبد الله الخالدي، انا 4 أيام متيار. لا شوف لازم كومبليت. ايوه كومبليت. كم 4 أيام متيار بس؟ تنين تنين ويدك شو
بابا مال بابا هذا مني عندي زين قلنا سوي كم مني عندي كربيا متيا وبعد اخر منك مني عندي كربيا متيا نمبر 4 لا خلاص ما في معلومه انا بعد يا وانت انا هي انا في كرب كربنا راكب كايامب مرغانندم شو هذا انا لا ساي والله ما يسمى مسخره هذا كربنا هي راكبن كايامب مرغانندم زين ما شيء مش كده بارك الله فيك ارباب انت سوبر روبا لا انا روبا مستشفى ليش على بيك مشكله شو بسم الله عليك متى هذا سوبر ليش هذا شو مشكله هذا بي سي دي 3 فوق هي سامان تري طحت من الدرج زين ايش عليه انت اللي تشوفونها مرقه الدال اللي حق ابو عبد الله لا ما كله وهم قالوا والله روح متو ما كله يا رهو سوي شيء زين خاوي مرقه الدال ابو معاير هو لا نعمه ما لا 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 ما شي شراته وهذا ولازم هذا ها ضروري عبد الله هذا والله شو يسوي حق الرقد الحين يا سلام من سمعك ابوي من سمعك توني انا انوت في البسيد اي والله هذا تشوف عيشه بيضان شويون اربع حبات وهذا عاده اي ما صبر لكم شو اربع حبات الجشه الجشه الجشه, الجشة. ايوه مرحبا 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 حي فضل الله يا سلام سلم ايوه هذا شغل يعني هذا منصوبك ابو عبد الله لا لا ما علي ما علي هذا تبعي انا اوف 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 ما بدك تاكل حتى من زينه بدك تصور لعداله ما زين لي لقته ما ابو تعتعته شو قال لك يبلي انا ما سبجي مالكم سبجي انا نجيب يلا نزيد يلا من هتر شرع الشعري وقانونه اول بادي هاللي تشوفونها هذا شرع الشعري وقانونه هذا شرع الشعري وقانونه لازم ها تفصل راسه ترد عاده وتفهق هاي عاده اللي ما شي شراته في الدنيا العوده هاي عاده ولا 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 شوي قال لك انا اريد لا تجيب لي وايد اشوف شويونه ايوه كريم 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 اصبر عاده ها تعال ها متو ثانك يو ماي بابا بابا وانا العود كانها سمن انا اقول ها لا انت شوف العجوه انت بس تشوف السمن شوف العجوه مغلظها عجوته غليظه عجوته روحها غليظه السمن دي في الدنيا كله فيه والعشوة هاي روحها عاد يقودها تاكلها شرات الفشفنجر لازم هاي العشوة شرات الفشفنجر تحسر الله يحفظكم اليلد عن العشوة ها ويازم هالنمونة ايوه ما تسوي له واحد واثنين واحد اثنين ما شيء لازم طرفين ها اخير ملح في الشعري في العجوة يا سلام لا والله انها اسمن اسمن العود اسمع عنده صغير تبار راس لا لا فكيت عمرك عروس بثنين اثنين دي احنا الحين بتبيق يا سلام اقتسلم اقتسلم يا ابو عبد الله يا سلام ابو عبد الله شو سلسله الظهر ايوه شوف دليل لنضوي يا سلام سلم يا سلام سلم شوف العجوه انت مغلظها لكن عجوه شعرينا اسوى اوف 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 هذا روغ ابوك سكر الباب يا سلام سلم كم باكر عاد هنا كم عليكم هذا الشعري العود اللي من عند مرزوق تضحي وإيثار قال بضحي بعجوة شعري حقك أنت يا أبو محمد قلنا له شكرا شكرا يا أبو عبد الله شوف الله عليكم هذا الشعري العود
طعم يا الدواء دواء دواء تصور لكم الكنز 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 نسيت تصور لكم الكنز الله عليكم. شوف السحاب شوف السحاب شوف السحاب شوف السحاب طافح مسحوب طافح كان شيء عليها النمو شا... مشحم سبحانك يا رب يعني متو كلش نفر يقول كيف حال متو سوي سلام عليكم كلش نفر كيف حالك تمام هي قول انا متو قلت كرفاي انا بخير وسهلة انا بي متو كرفاي يا متيا كلش نفر سلام عليكم هي انا بخير الحمد لله هي انا كي كي الحمد لله بخير انت ما في مشكل لا ما في مشكل شكرا يا متو شكرا ثانك يو متو كيف تمشي لحم بس رب الله أقولكم شكرا للي صححوا لي مسألة سالفة المد والجزر بس يوم قلت السجي والثبر طارف على لساني أنا عارف في المد والجزر يا أخي سبحان الله مساء يوم حتيت الكلمة هاي ما طاعت تظهر حايلت عمري وما حاول ليش بغيت والله يا أبو عبد الله أقول المد والجزر ما طاعت تظهر شمنا شمنا الذاكرة ضعف عن أبو كل ما تكبر تقل الذاكرة لا حول والله يا أبوكم ذاكرتي 16 رقم رقم واحد ذاكرة سبحان الله بعد بني آدم يستوي لساعات ينسى يتخادى عدالي مرحبا بياسر مرحبا مرحبا بياسر عرفات انت ايش قاعد بعد انا صباح الخير يا استاذ خالد انا قلت اقول لك عينه من الاسماك اللي احنا هنعملها النهارده عشان يبقى انت اكلت سمك واحنا اكلنا سمك دوت حوت ده سمك الحوت وده بياض وده تعبان وده همور وده موسى وده قراميط وده الحبار الحبار هو يلا عشان نبقى اكلنا سمك زيك النهاردة اي خدمة ايه رأيك دي عينة من اللي احنا هنعمله النهاردة مساكم الله بالخير والنور والسرور مفروض يكون وجهي هالنمونة غرب لأجل لكن منك ما شيء تاخر البيوت بيت المناصير الطرفاني ما شيء يمكن كيلو اظن ولا كيلو الا ربع لكن اذا بتصير عكس الطريق يكون الشمس في ظهري توصل للبرقه البرقه هاي اللي تشوفها تشوفونها شيء اظن حوالي 6 كيلو 5 كيلو ونص هاي صاحب قال قلت لك ماشي اوادم ماشي اوادم نيستي ولا ادم ما حد له مرزوق انا مرزوق ولا مريخات اظني بيت قوم بنعوضه اظنيها ما بعيالهم كلهم جايين عيال حياتي يابر كان عبد الله بن يابر ما يعيالهم كلهم كشات ماشي اسبوع هذا البحر ماشي في اوادم ما شيء أوادم أبداً 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 ولا يوجد نفاخ الضوء والبحر الحين أكبر أبهب أكبر أطول حالة جزر هو هذا أكثر شيء تبرح حينه مرة واصل عند الخور وهذا كلها بوي الدنيا سطوة سطوته واحدة أظني حوالي 500 متر ولا يزيد يقصر شوي أظني 500 والله يمكن 300 بعد شدراني إيه لكن هذا أكلت المعلومة هاي شمارت البرقة أكيد يعني أمسات يوم عشانها حاسب التليفون أبوي بكري عيناتي ظاهر بكري عيناتي ما شي إشارات إنك تمشي على السيفة بلين عال بلين عال بلين عال ما شي خير عن هالوضع وتقبض أبوي طرف الخور مني العرب كلها بواني شابوية ولا حد حرك بانوشة غرب الله تمن حال حشي أبوكم حشي أبوكم حشي ظني هالبانوشة مسمينه الأملاط ما أدري ليش مسمينه الأملاط توني أتخبر مرزوق أقول شو اسمه هالبانوشة قال مسمينه الأملاط
لملط يعني لكرد، لملط يعني بعد اللي ما يثور لا شارب ولا لحية، أو إني يكرد الشارب واللحية، هذا يسمونه الأول لملط. بلاك وين اللحية وين الشنب؟ لا شارب ولا لحية، كاردنهن. حد يقول مكرودات وحد يقول مالطنهن، وأنا أتوقع أن كلمة لملط اللي خلج من الله سبحانه وتعالى، لا يظهر لا شارب ولا لحية، فلان حليل هملط. عفان الله، كلمة تملط روحك تحس بها انها طفسة. الصبح ليل البيوت، البحر الماي ليل البيوت، والحين على ما تشوفون مرة ماشي بحر، كان ترد تسجيل ماي تبتدي ترش من الساعة 11 في الليل لين الصبح الفجر، وترد ثاني مرة تسحب عمرها وهي ترد وهي ترد وهي ترد لين حينه، من 6 الصبح لين 6 المغرب وهي ترد لين توصل أقصى مد على ما تشوف. هذا الخور حي قدامك، سمكان الدنيا والدين حي قدام. هي الأخور سمكة سفل، سمكة الخور هني، هذا حينه مترشي الماي هني، ها ياكل بدح وياكل قابر وياكل بسار وياك خيرات الله كلها، مرة توصل ليل البيوت ويا رشت الماي. لكن عند الله متى ترش الماي؟ يوم الناس رقود خلاص عاد. استغفر الله، الله سبحانه وتعالى لحكمه، الله سبحانه وتعالى لحكمه في هالامور، اختلاف الليل والنهار. استغفر الله، اختلاف الليل والنهار ما يخص في الندب والجزر، هي كان في الليل والنهار صح. ايشو جري بغطي البيوت عني، تقريبا اظني 3 كيلو ولا كيلو وين ونص مشيت اظني تقريبا. حبيت قب بني قاعد بعد مسوي منام، اول مره اشوفها، توهم خدومه هذه، توهم خدومه المنام. المنام على فكره، المنام ارتفاعها الاصليه، المنام الاصليه ارتفاعها طابوقه، ارتفاع طابوقه هذا ارتفاع المنام الاصليه. هذا الحين كله مطور، هذا عباره كان عريش، هذا يعتبر عريش اللي احنا الحين خدومه بخادمتنا هالوادم كلها، هاي يسمون عرشان، لكن عليوه مبتكره، عريش او منامه عليوه، منامه علي ولا ابو، هذا شيء جديد مبتكر حديث، هذا الشيء اللي تشوفونه حديث، ما في شيء منذ القدم او من العادات والتقاليد او من شيء اللي هذا يطرو زبد البحر، هذا زبد البحر. فاقولكم المنام ارتفاعها ما يزيد عن فوتين عن الارض، والاول في طرف الحوي ولا شياته يسوون منام لاجل شو؟ تقيهم حر الارض في القيض، ترى في القيض قيض وشتاء، وقت الحروره الارض كلها حاره تتوهي، كان ليل لو نهار الله بالمستعان. فلذلك يحطون المنامه لاجل انه تقيهم العجارب والحنش والدواب واللدغ يعني بانواعه، وهاللي يحبي واللي يمشي واللي يسحف على بطنه والزواحف والقوارض، هذا كله أبويه عسب يرقدون العرب فقارة يتعبون الأول طول النهار بكد العتب من عديهم، صلوا العشاء طاحوا دوخي ما في عينهم قطرة، طاحوا ما في عينهم قطرة، كادين عمرها. بحين يقولك والله عندي أرق، أبوك يا أبوي أنت ما عندك أرق، عندك أبوي الراحة وعندك الشرار، مشرق عمرك لا تتعب عمرك لا تجهد عمرك، وين بيك الرقاد؟ وين بيك الرقاد؟ الرقاد أبوي الرقاد هي الإنسان اللي مارس الرياضة، يجري يكد يتعب، يكد الملح يكد الحصى يكد اليص، هذا أبوي الأول. من يعديه المغرب طاح يقولون فلان طيحت حمالي، زمن خيره ينسار عليه 3 بيوت يسمع من خير الوادم من كثر التعب فقارة والمكد. الحين لا تعب، لا همك الله لا هم يحزنون، وين التعب؟ ما شيء تعب، شيء من الحريم الله بالمستعان، ما بعد كلهن لكن شيء منهن عاده، من يتحرك انا شويه قال اي ابو فلان
اسميني جاي تعبان ما في عيني قطره، ها ام فلان شو مسويه؟ ما خليت شيء ما سويته. وهي شو مسويه؟ بدله الكراسي من الطرف هذا حايستن الطرف هذا، ولا غيرت التلفزيون من الموقع هذا لين الموقع هذا، بس هذا هو كله تعبان وعيزان ما في عيني قطره ولا روم احترج وتعبان راسي دور من الخدمه. واي خدمه؟ شو مسويه؟ محسستني كانها مسوي جاب لها المريل باربعه حلق وطاحنه وخارفه وحاطبه وحالبه وخاطبه وميمبه يعني ومصلحه كل شيء، وكل شيء سوت لنا وهي ولا بمحرجه ساكن بدل بس الكراسي، بدل الكراسي من الطرف هذا للطرف هذا، ومسوي عمرها كانها مسوي الدنيا، او مظهر الطقم جديد براوي البشكارات سوون بدلن الطقم هذا وحطن الطقم هذاك، بدلن الطقم هذا وحطن الطقم هذاك. هي والله شو هاي وين تمشي السيايير؟ هذا الله يحفظكم. بكره الصبح طرادات يمشي، الصبح طرادات يمشي. وناحيك عاد عن رمضان يوم بعديها قبل المغرب بعشر دقايق دخلت ابوي، ها شريتنا الهريس حق الخدامات والبشاشي، قالوا هي ها قرفته وديته حق الفلانيين حطيته حق العلانيين، هذا شيء منهم عاده منهم وين؟ هذا ابوي الهبة الريح عاد ما ولا 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 حقران بالباجيات، يعني الباجيات اكيد انهن ما شاء الله اغلبيه رقم واحد، لكن انا اتكلم عن القل القليل ان هاي مهرته من يعدي هنا عند المغرب ادخلن ها وديت نسويت ولا دي لقطه كل شيء مخدوم قدامها ويتعاد المغرب. والله ما روم اصر ما روم عق في تمي ادنات الدون بلاش يا ام فلان عيزان صحيت الضيان المطبخ ضو لبقين اربع كنديشنات في مشقرات وبعدها وانه المطبخ ضو اي نعم اربع كنديشنات يريفن من يصبحون لين يمسون، فاتورة رمضان مال كهرباء تروحها 6,000 و7,000 للبيوت اللي صار هب 6,000 و7,000 2,000 3,000 انزين لان هي يشتغل الكنديشنات 24 ساعة كنديشن ما يوني لا ليل ليل ولا نهار نهار. هي نعم الخدمة وايدة والضيان فلذلك تي والله عايزان ومنك شو مسوي؟ والله يا ابوك ولا حاجة بركات ساكن وشيء من الحريم ما شاء الله من يعدي هنا الضحى العالي دخلنا المطابخ ولا يظهر الا قبل المغرب خمس دقائق وسيده تسبح وتلبسه وتعدل ونزل انا ويا سن ويا عيالهن وهاليتهم وما كانه مضى عليها النهار هالمتعب معلوم حتى لو شيء بشاكير حتى لو شيء عمال لكن لابد من الحريم حد من العرب الحريب اللي عاد لي فيهن خير ولأنهن متعدلات متزينات ميل تأذن لدان وفطرة وردت عدلت عدالها مرة ثانية وزحبت حق صلاة التراويح. يعني شو بقولكم شيء حرمة تسوى 1,000 حرمة وشيء 1,000 حرمة ما يسوى ما تسوى قيد قعود. نعم ما تسوى قيد قعود. هي يقول راعي البريمي شيء حرمه وشيء حرمرم وشيء شرالك بيش يترمرم، شيء حرمه وشيء حرمرم وشيء شرالك بيش يترمرم والدنيا مطرجه. بارك الله فيكم. شيء بالصداقات الله يحفظكم صداقات حد من العرب مصادقين ويا بعض من عشرات السنين صداقه واخوه وربعه عايشين ويا بعض هالدهر كله يوم تلايا وقت ولا عقب مرور 20 سنة ولا 10 سنين ولا 5 سنين ولا في تلايا عمر أدنات الدنيا استوت النقمة واستوت الزعلة وهالصداقة وهالمعروف وهالمخوة وهالسيرة وهاليي وهالربعة طول هالوقت طول هالدهر وهالوقت يعني هذا كله ما له اعتبار ما له قيمة
خلاص غدا في طي النسيان، خلاص امتسح راحت الصداقة هذه. يا خسارة، ليش؟ شو السبب؟ شو السبب انه يعني صادقين ويا بعض هالدهر كله يوم يعدي حينه شيء بسيط لا يذكر ينسى كل شيء، هذا الترتيب الدهر، هاي الصداقة القديمة اللي من عشرات السنين، شيء بسيط استوى، شيء لا يذكر، شيء ما له اي معنى، شيء بسيط، خلاص انتهت الصداقة هذه. ما شيء معروف، المعروف هاللي دار هالسنين كلها وين صار؟ كل امتسح عماميش الادمي يخلي الشين تحت ويذكر شيء من الطيب، شيء من الزين، حبدنا تدون استوى خلاص نقمت وحده، بصبر على بيعتي، بصبر على البيعي، بصبر على ياري، بصبر على صديقي. انا ابوه واحد يدور السبب حق الزعل، يدور السبب حق النقمة. شو حين عادة أذن المغرب وقفت الماية، أحب تازم واجفة مدة لين الساعة 11، 10:30 11 بتبتدي ترش عادة الماية وتسجي تسجي تسجي لين توصل البر. سبحانك يا رب، توصل البيوت خلاص عادة. الحين هاي وقفت الماية، شوف الساعة كم، وقفتها من الصبح مسموعي يا رب مسكن، وهي ترش وهي ترش وهي ترش وهي ترد على وراء. الحين وقفت خلاص، هذا آخر جزر لها، بتبتدي عادة تمد من عقب الساعة 11 10:30 الليل لين توصل البر. فأقولكم هذه الصداقة أو ييرة ما تنبغى، انك الحين متياور ويا الفلانيين 40 سنة 30 سنة 20 سنة وشي بسيط استوى بين اليران، نشوا وتناقموا، نقمت ازم بين ازم بينهم ما يصنع الحداد، او صداقة انت صديقي ويا فلان، صديقي ويا فلان، وصديقي ويا صداقة قديمة بينك وبينه، صداقة دراسة وصداقة عمل وسفرات وسيرات وييات، استوى شيء بسيط لا يذكر. والله يا ابوكم ينسون الصداقة هذه اللي اختفت كلها، الدهر والربعة والصداقة هذه اختفت كلها، تصير عن مامش في دقيقة واحدة، خلاص النسى هاك الطيب، هاك الإحسان، هاك السيرات والييات، المطاعم، الشرق وغرب، اللعب يومهم صار كل النسى. والله انها فضيحة، والله انها فضيحة، ما تعرف هاي هيا هالة، وحتى لو مليون يا هالة، والله أنها أكلمكم عن حريم كبار، ما بني هال بنيات صغار، لا حريم عبيهن كبار، كل وحدة طولها طول وعرضها عرض، وريايل بالحاهم كل واحد يبوك نقط موزرتنه، هاي كلمة تنقها مثل وصفة على المارو ما واضحة، سمونه موزرتنه، هي هب لحيته موزرتنه، لا فلذلك يسمونه وزرتنه ويتناقم ويربيع. الحين ضرابين ضربه ومتخرجين وخلصين الجامعات ومستوين وساير ماضي وساير وساير وياي عليكم الدنيا، كيف يعني تهنمونه؟ كيف يعني يهنمونه؟ راح يخلوني ارمس شو قبلو حليل. يا ابو محمد كيف الحال؟ عساك طيب يا مرحبا وسهلا. نكلمك من سناوي يا ابو محمد، وسلم لنا على صلاح، سلم على صلاح سلام وايد. خلاص عاد الحين بناتي الى ختام الحلقه، وان شاء الله بنرمس وياكم خلاص في الليل انيه رمسه، بس عاد الحين كم مشيت؟ لكن اظني باقي شويه، بعدني بمشي شويه لين بيتقوم شيخ ابو تشافي. ذاك بيتكم شيخة هناك، بيتكم شيخة بتشافي. شوف هالبيوت فيها أوادم، بيتين ثلاثة هني، شيء مسكونات، شيء فيه الناس، هل هم مسكون فيهن جايين يعني اللي معه هذي موجودين، لكن السحبة هاي لين فريج قوم الهدومة ما شيء ولا نفاخ الضوء. يعني الله يحفظهم وهم سالمين كلهم، أبوي اللي ساير ليوة واللي ساير سويحان واللي ساير شرق واللي ساير غرب
واللي في بيوت بضل بيروح العاصمه، بضل بيروحها ما تتودر هالايام. الجو جميل والكرنيش والكاسر والطبيعه واليزر داخلها، بضل بيروحها كرنيش مناطقها واسواقها، مولات تسوى بلاد، نعم بلاد تسوى جمهوريات. خلاف ان شاء الله بنرمس اذا الله جعلنا من الحيين، خلاف عاد بنرمس. بس عليكم يوم الرمس وهذربان، شيء رمس الشرق وشيء غرب، شيء ضربه فيك وضربه في مصريك، والدنيا مطرج. يلا يا حافظ، اسمعوا شو مشغلين بالله عليكم. شو اسمه هذاك اللي مال السعوديه الاحسائي؟ شو اسمه؟ بعلي الاحسائي، نسيت والله. حليلهم شباب طالعين كشده. حليلهم، يا الله يا رب تسعدهم وتحافظهم وتبارك فيهم. ايه انا ما اقدر، انا ما اقدر، ما ادري عاد شو تكمله الاغنيه، بس هاللي قبضتها. تسمعونا؟ حليلهم. مسرحيتنا شنو هاي والله؟ 7 و8 فبراير، هلا بالخميس في براس الخيمة، رفع الشاشة فوق. العزيز خالد الخالدي، يا مرحبا بك، أدعوك لحضور مسرحيتنا هلا بالخميس براس الخيمة يوم 7 و8 فبراير. العزيز انت مو عندك شاليه؟ اي كلمه ما له شغل. شنو حبيبي حفلات دقدق انت؟ ها بارك ساعه بتقول وردي وردي، ما تورينا حاجه يا اخي. عطني نفس اتكش فيه. اخذي نفس، يلا تكلمي. شوف جمالك ايش سوى. انت مو بروحي انا هني ما تفهم هذه الحلوه، ليش ما تبي تقبل فيني؟ احترم نفسك انت وياه. يمكن هو دي جي قاعد يرقص وهذا اللي ناطرينه. لا والله هذه موضة. على شبعك حب شبعك دلال. هلا بالخميس. من هالاجواء الفنانة، من اجواء الشويهات، لا تقولوا ما حد قال لكم، نزلت لكم ابوي الفيديوهات، نزلت بدال ودي ودي وديتين ثلاث. الخميس والياي تاريخ 7 و8 عرض مسرحية هلا بالخميس، بطولة طارق العلي، ويا شلة جايين من دار لندير الهم الحشيم والكرامة، وبيلقطون الأناس والفرح في مصنع الرجال في راس الخيمة. وين؟ الخميس والجمعة 7 و8 من الشهر هذا، هذا الشهر حينه مرة ما شيء باجي. الخميس اللي جايات اليوم ما بالجمعة، مصلين الجمعة، أسبوع الجاي الخميس والجمعة يومين على تلا. طريقة الحصول على التذاكر من الرقمين اللي بحط لكم إياهن، سواء بالاتصال أو بالواتساب. طريقة الدفع تحويل بنكي أو عن طريق الأنصاري، فضروري اللي يبي التذاكر من الحين يطلبهن، الحين تطار أصلا الثلثين، فباجي الباجي الثلث، فاللي يبي يلحق يلحق. تقولون ما قلنا لكم ما شيء عندكم وقت، وما شاء الله وحراس الخيمة كلهم بيحضرون، هل دبي الشارجة أبو ظبي حتى من السلع بيون، لكن ضروري اللي بيحجز يحجز قبل الحشر بعشر، لا يتريق. يبي خلاص يقولون والله يوم حادث هل هضعنا، وقالوا حلوا يوزوني.